فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المأمومين عند قراءة الإمام للقرآن يرفعون السبابة عند ذكر الله، فهل هذا مشروع؟ لا أعلم له أصلا. هذا عند التشهد، عند التشهد وعند الدعاء ترفع السبابة إشارة إلى التوحيد، وما عدا ذلك ما يشرع رفع السبابة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.